يلا كمل. ركز بقى معايا عشان انا مسحت الكلمه اللي هنا دي. تمام؟ ركز معايا، ايه اللي هيحصل؟ احنا بدأنا بآري وبدأنا الصدر ده لحد آخر السهم وعدناها مرتين. بعد كده قلنا دي اللي هي الايه؟ الساندوتش. بدأنا بيها وناخد الاصفر ده كله ونرجع نختم بيها. تمام كده؟ بعد كده دي وصلة اللي بالاحمر ده. قلنا نحفظها جديدة. طيب. فيها مشاكل.
مشاكل كتيره في اللي بيتقال على الفرص بتبقى معدنه في عصيده. اسمها العصيده؟ اه عصيده. الحته دي بتبقى عصيده على الفرص. فاحنا عايزين بنستغل الحاجات دي صدقوني عشان الناس كمان تسمع وتتعلم. ايوه. ما هي الحاجات دي عارفين ايه؟ شعبيه بقى، كله بتقول يزيع، كللوه اللي ملوش. بالذات في الاهل ده. تلاقي 17000 و 20 كليانت و وشويتين وناس تلعب عقله و عظيمه. Oh.
اري وبعد كده هو قلت شمس لشع وعيد كله بالار. اوكي امسح سهل يا عزيز صور صور صور. يلا ختام بقى يا شباب ختام اللحن. فاحنا خدنا ايه اري وخدنا الشوك كله وخدنا وصله هو قلت شمس لشع وعيدنا الكره كلها على الار. فاضل ايه غير الختام بقى القفله بتاعت اللحن. يعني بيلم الموضوع. انما لو جت
على حته ثانيه اسمع الا لو حد كان في حد يعني ليدر قوي بيعرف يلمها كده. اي 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 نقول دول
لله مشكله وعايزين نثبتها دي باللحن كله. يلا تاني. بالظبط كده.